سماء الثمامة شهدت عروضا جوية من القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية، وذلك ضمن أنشطة المعرض السعودي الدولي للطيران الذي وصف بأنه أكبر معرض للطيران في الشرق الأوسط. وعلى الأرض أكثر من 80 طائرة مختلفة الأحجام على مساحة تزيد عن 100,000 متر مربع، وذلك لتعزيز صناعة الطيران والفضاء في المملكة ودعم وتطوير قطاع النقل الجوي، وهو أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة بالتطوير ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. أتمنى لهذا المعرض إن شاء الله أن يكون بداية انطلاقة جديدة لمعارض متتابعة ومتتالية، سواء في عالم الطيران أو عالم الفضاء كما وعدني سمو الأمير سلطان. يشارك في المعرض أكثر من 260 مؤسسة إقليمية وعالمية وبحضور 2000 عارض، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 20,000 زائر خلال 3 أيام من المهتمين بعالم وصناعة الطيران والفضاء والخدمات الأرضية والدفاع. ويضم المعرض آخر ما تم الوصول إليه في مجالات الطيران والفضاء، وتشارك الإمارات العربية المتحدة بجناح خاص يضم الإنجازات ومختلف التقنيات، كما وتعرض الإمارات أسطولها الجوي التجاري والذي من بينه الأحدث والأضخم على مستوى العالم. طبعا هذا المعرض حيرفع المملكة العربية السعودية خطوة لأعلى للتواصل والعلاقة اللي مع صناعة الطيران العالمية. يدرك المهتمون بعالم الطيران أهمية المعرض التي تأتي في إطار النقلة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران في المملكة وتحديث العديد من المطارات الحالية وإنشاء مطارات جديدة. التكامل راح يفيد أهل القطاع نفسهم، يتعرفوا عن بعض، يتبادلوا الخبرات، يستفيدوا من بعض، يطوروا هذا القطاع. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان مؤسس ورئيس نادي الطيران السعودي بأن النسخة الجديدة من المعرض في العام المقبل ستكون مبهرة وحافلة بكل جديد. حمد بن حسين، الإخبارية،